اهلا وسهلا بكم من جديد في يا هلا بالعرفه. طبعا نحاول مثل هذه الفقرات اللي تنعشكم وتنعشنا تنعشنا شخصيا انه ان شاء الله مستقبلا يكون كذا يعني في جمهور يتفاعل معه الدكتور العرفج ويمارس الذب اللطيف الغير خادش. ها غير خادش نعم ممتاز ممتاز. بس على فكرة ترى مو من حقك تفصل ثوب ولا تفصل لي شف اليتيم. أنت تبغى تصير مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أيه؟ اكفلني أنا وكافل اليتيم. والله أبشر أبشر بسعد حبيبي. وبعدين مشكلة ثانية أبو سعد هو نفس الموديل وذا لا عاد أنت وذاك. أنا ما حقول ما حيكون زي الشحاذ اللي يبغى ثوب كبك يتشرط ما حتشرط أيه؟ اللي تعطيني خير بركة. بس أنا بأشتكي لك من مشكلة وقعت لي الأيام هذه. لبست ساعة بيضة عتبوني، لبست سوداء عتبوني، حطيتها باليمين قالوا لا باليسار، حطيتها باليسار اللي ما حطيتها باليمين. أنا أتمنى أن الناس تتجاوز الشكليات وتتفكر في الكلام اللي نقوله عن هيئة مكافحة الفساد، عن العلماء، عن القضاء، عن المرور، عن ساهر. نتجاوز أنه المسألة كلها الملابس، قلمك ليه ما حطيته، ما أدري إيش، ليش تحرك يدك، ليش ما أدري. يمكن لأنك كنت خارج النسق. حلو النسق هذه يعني لا 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 مشروع مثقف. لا شوف النسق لا والحين طايحين في كلمة منظومة. كل ما تقول شيء يقول لك هذه منظومة منظومة القيم النسق. طيب أهلا وسهلا بكم من جديد. الحقيقة احنا تشرفنا على نهاية الموسم، نعدكم إن شاء الله بموسم جديد في تطوير لفقرات بشكل عام، ولكن في تطوير لفقرة الدكتور أحمد العرفج وأيضا شكل شوي مختلف. فإن شاء الله نكون مع بداية العام الميلادي الجديد 2014 أو حتى بعد مرور شهر أو شهر ونصف على إن شاء الله على أكثر تقدير نبدأ الطلة الجديدة. فأيضا إحنا متاح لكم عبر تويتر من خلال الدكتور أحمد أو من خلالي أو من خلال برنامج أهلا على تويتر الاقتراحات، أي اقتراحات ممكن تكون مفيدة نتشرف بذلك لأنه إحنا نتفاعل مع بعض. يعني حيكون في شرهات أبو سعد مثلاً في رباط ولا حتزيدوا الراتب اليتيم ولا إيش؟ طب أنت لو بغيت لا تطلب على العلن عشان تورطنا مع الناس. الحين طالبين مقترحات، اللي بيرسل المقترحات بيطلب لا 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 فلوس ما يطلب. تو أول الحلقة أنا يعني أشجع الناس اللي تدعم المسؤولية الاجتماعية. لا وأنت دعم لي لأن أنا وراي أهل وكذا. لا تقلق لا تقلق الله يعافيك. لا تقلق إن شاء الله في خفض المكافأة 2000. عموما نبدأ بأولى أخبارنا من صحيفة الحياة. عضو كبار العلماء هيئة كبار العلماء متابعوا حسابات الأبراج في تويتر تلزمهم التوبة. نتابع. عضو كبار العلماء متابعوا حسابات الأبراج في تويتر تلزمهم التوبة. أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي للحياة عدم جواز متابعة حسابات الأبراج على تويتر، ومن يصدقهم وقع في كبيرة من الكبائر وأشرك بالله ولا تقبل له صلاة 40 خريفة، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا أبو سعد أنا سأتجاوز مسألة الرأي كبار العلماء والفتوى، أحترمها وأقدرها، لكن لا يعنيني هذا الجانب لأنه جانب شرعي. ما يعنيني هو انتشار ثقافة الأبراج بالذات في النساء بين السعودية. يعني أنا بالنسبة لي ولدت ببيت طين، وأمي الله يحفظها ما كان في الشارع كله ما كان أحد يعرف يقرأ ويكتب، لذلك لا أعرف متى ولدت ولا في أي سنة ولا في أي برج. فصار أي واحد يسألني أيش برجك أو يا برج خليفة يا برج الفيصلية أحد البرجين أو المملكة أو المملكة يعني إنها أحد الأبراج هذه. لا والمشكلة في الأبراج يا أبو سعد إنها تحكمت في الناس وأصبحت تسير حياتهم. يعني مثلا خصائص برج الميزان أو الحوت وكذا إنه إنسان انفعالي، يستمر الإنسان أنه هذا برجي وبالتالي هذا قدري، وهذا مو صحيح. حتى الإنسان لو أنه خلق مثلا بطباع أنه سريع الانفعال ممكن يتدرب على أشياء أنه تخفف انفعاله. مشكلة الأبراج معيقة للتطور، هذا عتبي عليها، معيقة للتغيير، أن الإنسان خلاص اقتنع. والمشكلة أنها من بوابة النساء دخلت في السعودية بتابع الأبراج 160,000. كلها كلام يعني أنا بالنسبة لي كلام فاضي، لأنه أنا أقول لك لو واحد ولد في بريدة وحطيته في اليابان من يوم ما كان طفل حيطلع بعقلية يابانية. لو جبت ياباني ولد في بريدة والله يطلع تجميع ياباني قسمنجي أقسمه، يعني يطلع عملي وتجميع فلوس بشكل جبل. شفت فلا لا تعول ما بعول. لكن أنت الحين إيش برجك أبو سعد مثلا؟
أنا يعني ما أبغى على البرجي، بس أنا برج الأسد يعني كما هو معروف. أوكي، الأسد يعني. الأسد في خصائص، أنا متأكد أنه خصائصك ذي لا هي ثابتة صحيحة ولا أيضا وتقدر تغيرها. يعني علي اللي قبل 10 سنين اللي عرفه قبل 15 سنة ما هو علي الآن، معناته الإنسان قابل لا للتغيير. لا بس يشوف يعني هي الأبراج تعطي ملامح، تعطي ملامح الشخصية، مو بالضرورة أنك أنت قد يكون عندك عادات سيئة ممكن تحاول وتغيرها. يعني الأبراج هي تشبه مقولة من شب على شيء شاب عليه. وهذا قد لا يكون دقيق إذا أنك أنت قررت تتغير، في أشياء تغير بس في سمات أساسية موجودة. هم قالوا ولد البط عوام، لكن أنا صراحة ما شفت عيال البط أبدا عوامين. أن جاء أبناء العلماء طلعوا دلوخ، أبناء الفنانين طلعوا لا يسمعون طرب ولا لهم علاقة. وأصيله بكر طيب بس ترى هو هذا الحالة تحداك تجيب لي. لا أنا شوف، أنا في شغلتين، ابن لوز عوام قد تكون صحيحة وغير صحيحة. في شغلة ثانية أنه جباء لا ينجبون، صحيح؟ لا ليس دائما أيضا، بس الأكثر يا أبو السعد أنت قلت تصيد، خلينا فصيل. الله يرحمه طلال مداح ولده حاول ولا قدر، كذا واحد من الفنانين حاول أولادهم بعدهم ما قدروا أبدا. ترى هو التجربة الوحيدة كنا نتكلم قبل أسبوع هو أصيل اللي نفذ، ويمكن هذه من بركات طيب سيدنا عندك أبو بكر. عندك بلقيس وأحمد فتحي، يعني بلقيس هذه امرأة خلينا نقول هي استثناء، مرأة ورجل ما في غيرها، لذلك من عد لا 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 أنا لو حفرت في راسي شوف طلعت كذا اسم. أنا الفكرة أنه إحنا أنت أسست الفكرة أنه لا تكونوا إن لحد يعني يأسروا البرج بالضبط يعني. أنا هذا فبالتالي أيضا لا تأسرنا الأمثال والمقولات ولا تأسرنا. شوف يا أبو سعد عشان ما نطولنا على الناس ولا أزعجك في كلامي، الأبراج شيء جميل لكن لا تأسرنا، بمعنى من المعاني أنه كل صفة ترى قابلة للتغيير، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان يكتسب الحلم. أنا يوم أنا صغير كنت أحمق، الآن لست أحمقا. طيب أوكي. أو تحتاج دليل؟ لا ولا بعلم. طيب نروح إلى صحيفة الحياة. أمارة الرياض تكرر رفضها إطلاق المتهمين في مطاردة اليوم الوطني. إمارة الرياض تكرر رفضها إطلاق المتهمين في مطاردة اليوم الوطني. أكدت مصادر مطلعة للحياة أن إمارة منطقة الرياض رفضت إطلاق سراح 3 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني. وذكرت المصادر أن ما تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي استند إلى ما تم نشره من بعض حسابات تويتر عن خطاب جرى توقيعه من قاضي المحكمة الجزائية. أبو سعد الموضوع هذا أنا ما حطول فيه، لكن أنا لفت نظري أنه تكرار أو للمرة الثانية إمارة الرياض. يعني مين الشخص اللي قاعد ساعة وراء ساعة يروح للإمارة؟ الإمارة لديها ما يكفيها، يجب أننا نبحث عن الوسائل القضائية والقانونية في كل قضية. يعني هذه القضية لا أنا ولا أنت نحكم فيها، هي للقضاء بيد القضاء، لكن هذا الزحف وهذا الضغط على الإمارة من وراءه وأنا ما أعلم، يمكن أنت عندك علم. لا هو شوف هذه القضية أنا يعني كنت دائما أحاول أتكلم فيها بأدلة وبراهين، ولعل إحنا أول من تابع، لأنه هذا شيء يهم الوطن. وأمارة المنطقة عندها حسابات كثيرة مرتبطة بتحقيق العدالة، مرتبطة أيضا المحافظة على سلامة ذول المتهمين، لأنه أنت عندك شق قبلي آخر، خصمك قبلي وقبيلة مستفزة، وقد تكون يعني أنت صحيح. لما تخرجهم في هذا الوقت ممكن تستفزهم في أمور أخرى. ولكن أنا الحقيقة عتبي على بعض المواقع، على بعض الصحف اللي يعني 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 تقبل أن يحركها بعض المتعاطفين بدون أدلة مع رجال الهيئة حتى لو كانوا مخطئين. عدد من المحامين التفوا على القضية وطلعوا بيان يعني ليس بيان قانوني بقدر ما هو تهيج للتأجيج للرأي العام. في نفس الوقت لا يستند لأدلة، يأخذ نقطة بسيطة ويجعلها هي الأساس والمؤثر. احنا نتكلم الآن عن جزئيتين، الناس قتل وقد يكون عمد أو شبه عمد أو غير مقصود. نعم. وبالتالي هذه العقوبات عندما تأتي يعني عقوباتها مختلفة. صحيح. نتحدث أيضا عن تهم الآخرين زور الواقع. أيوة، وهذه مشكلة تزوير. أتمنى يا جماعة أن كل واحد يشعر يتخيل أن الذين قتلوا أو صدموا أو إلى آخره هم أبنائه، سواء كان مطوع ولا غير مطوع ولا يعصى ولا أي شيء. هذا وطن وهذا قانون. اليوم ترى ما هي صراع بين هيئة وبين كذا، كل السعوديين ما عندهم يعني غالبيتهم ما عندهم مشكلة مع الهيئة إذا اشتغلوا بشكل قانوني. صحيح. لكن اليوم صار الواحد اللي يتكلم عدالة صار ضد الهيئة. كفوا عن هذا الهراء وهذا يعني
تجذيف يعني زيادة على اللزوم صراحة. بعدين ما في أحد معصوم يا أبو سعد، أنا أقدر لا شوف أنا بقول لك شغلة، يعني لا أحد يزايد علينا. أنا دائما أقول هذا الكلام، عندما أخطأوا الشرطة وقتلوا الناس اللي في حريملب أو في شقرة، أول ما نتكلم عنهم حنا وأنبنا الآن اليوتيوب اللي أنت جبته الآن وناقشنا، والآن رسالة لوزارة الداخلية مرتبطة بالسجون سجين. وقبل ذلك أيضا الفتاة التي صدموها الشرطة في المنفذة. فلا حد يزايد علينا، يعني خلوكم عاقلين وفكروا في الوطن أولا. قضايا الوطن أهم شيء. إيه طبعا. نعم قضايا الوطن. ما أبغاك بالناس، نسيت إن فخرة العرفج بس معليش. لا 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 يا سيدي، أنت تحل محل العرفج وأكثر بعد. لا العفو يا سيدي. أيوة، الاختصار الموضوع يا أبو سعد إنه يجب العدالة تأخذ مجراها، ولا نتعاطف مع أحد، لأننا نتعاطف مع الضعيف وليس مع المجرم أبدا أو المخطي. المخطي يأخذ عقابه. نعم. طيب نذهب إلى خبر ثالث من الحياة أيضا. الأسمر نيلسون مانديلا أشغل سعوديين بالأسئلة. نتابع. الأسمر نيلسون أشغل سعوديين بالأسئلة. هل يجوز الترحم على الكفار؟ كان هذا هو السؤال الصاعق الذي سقط على رأس من بدأوا من صبيحة الأمس بالترحم على الراحل نيلسون مانديلا. فالحديث الذي هز أرجاء المعمورة مستدعياً كل الأحداث التاريخية التي مرت بالأسمر الجنوب إفريقي لم يمر بالمنعطف الإنساني نفسه في السعودية، إذ تحول النقاش من مانديلا وقصة كفاحه الطويلة إلى نقاش متواصل حول جواز الترحم عليه من عدمه. شوف يا أبو سعد، موضوع نيلسون مانديلا لن أخوض فيما قال الشيخ البراك أنه هالك وأنه كذا، لأنه قدم لما قدم هو بين يدي الله الآن. ما يهمني في موضوع مانديلا هو أنه مسألة الرثاء في السعودية الآن يا أبو سعد لم تعد رثاء للشخص بقدر ما هي تشمت في الآخرين أو تصفية حسابات. أعطيك مثال، لو أحط أكثر التغريدات أو أكثر اللي قالوا أنه هذا تنازل عن منصبه بينما لدينا ناس ما تنازلوا من 20 سنة في مناصبهم 40 سنة، يعني هو لم يكن متعاطف مع ونسن بقدر ما هو يتشمت في الآخرين ويصفع في الآخرين. الموضوع الثاني أنه عندنا ازدواجية في المعايير، نحترم مانديلا واشغلنا كلنا وكذا وكذا، لكن لو منسلة الحين في جدة مثلا قالوا لا هذا خال وهذا مدري إيه، والطبقة والعنصرية وتشايفها في الرياضة بشكل كبير أنه يرجعون لاعب إلى أفريقيا وكذا. طيب أنت الآن تحترم مانديلا هنا وهنا مانديلا وهنا تتهمه، لما يكون نفس لا، يا يعني أننا نكون عنصريين أو نكون لا عنصريين، ما في تجزئة بالعنصرية ولا في تفكيك بينها. لا أي تفضل. أيوة. الشيء الثالث انه يا اخي، يعني انا استغرب يا اخي انشغال السعوديين بالاخرين بشكل مكثف، وهذا واضح انه عجز عن تربيه الذات، لانه دائما الانسان اذا ما قدر يحل مشاكل بيته صار يتدخل في مشاكل الجيران. نحن يبدو انه مشاكلنا لان ما نستطيع نحلها نصفي حسابات مع بعض من خلال الاموات. تفضل. لا هو يعني تعرف المشروب الغازي اذا لما تخضه وتفتحه شوي بالضبط. وتخليه 3 دقائق ولا 4 دقائق ايوه أوقات يصير ما له طعم، يعني فهي تشبه بعض تشبه حالة بعض للأسف. أنا أقول لك نيلسون مانديلا رجل تاريخ من النضال صحيح، ما حد يزايد عليه. نعم. وبعدين أنا أسف على بعض العلماء اللي شوهوا فكر المجتمع، خلوهم ناس أكثر ناس تسأل على الفتوى، ما يدرون هم يعزون في مانديلا ولا يشمون. نعم نعم. نعزوا. طيب بهذا هذا هذا هذول السعوديين مساكين اللي غير عارفين مثلا في هذه المواضيع، يشوفون ان الدكتور عايض القرني اهدى نيلسون مانديلا لا تحزن وبارك في الموضوع، وعلى النقيض يشوفون البراك يقول لهم ان الشيخ البراك انه هالك، وواحد ثاني يمجد مانديلا مثلا ويبغى يزور جنوب افريقيا علشان هذا المناضل العظيم. نعم. هذول السعوديين يسمعون ذولا يروحوا لمن ما يدرون؟ مساكين، تشويش على الناس. في المقابل التيار الرسمي لدينا الامير مقرن سافر لحضور تعازي وتقديم التعازي في نفسه، هو رجل كوني بلا شك، رجل شخصية عامة، لكن ما من حقنا نتدخل في آخرته، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في ناس يا دكتور أنت أخبر مني بما أنك داعية سابق اللي هو أنه الناس يعني للأسف إحنا ما نبغى ننظر عليهم، بس يا جماعة لازم تفرقون أنتم بين أهل الكتاب. نعم. وبين الكفار إذا جاء إذا جاز. نعم. إذا جازت التسمية. نعم. وأيضا من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. أنت الآن هذه الفتوى والهالك ماذا تستفيد منها ولا شيء؟ تألي على الله، بعدين تحس في ناس عندهم سكوك على الجنة ما تدري يعني.
يعني مطبق منح ما ابغى اتكلم، ما ابغى اتكلم يا اخي، لسان الانسان يقول لك لسانك حصانك صدق. وانا لساني وش لساني؟ لا ونعم ونعم بس إيه؟ انت ما يعني ما ابغى اكمل كلامك لانك انت حطيت الكوره بس باقي شوتها انا، لكن لن اشوتها. شوت شوت ما في تسلل. ما في تسلل يعني. اخاف من الكرت الاحمر ولا تبغى نحط حكم معين؟ لا تجيب حكم اجنبي. اي زي اللي حكم مباراه اللمس. طيب نروح لصحيفة الرياض، الداخلية ترصد 11,000 قضية فساد في عامين، نتابع. الداخلية ترصد 11,000 قضية فساد في عامين. كشف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية ناصر العبد الوهاب عن إجمالي قضايا الفساد الإداري خلال عامي 1432 للهجرة و 1433 للهجرة، والتي بلغت 11,489 قضية، مؤكداً على أن الحل في تقليل معدل الفساد الإداري يكون في تحسين المستوى المعيشي للموظفين بزيادة الرواتب والحوافز. شوف يا أبو سعد، للأمانة يعني دائماً الناس يتهمون الداخلية والداخلية. أنا أتحدث في وزارة اعترفت بـ 11,000 قضية من هذه القضايا. شوف 11,000 واللي اعترف فيها مسؤول كبير في الداخلية، بل أكثر من ذلك طرح الحلول. يعني يجب أن نحيي مسؤولي الداخلية على هذا الاعتراف. مثلا تجي الوزارات أخرى ما يعترفون، يقول لك ما عندنا أصلا فساد، لكن هذول هم تطوعوا وقالوا عندنا 11. وهذا للأمانة رقم ضخم جدا، رقم ضخم، لكن الاعتراف فيه ومعالجته أفضل بكثير من محاولة تكتيمه. هو طرح الأستاذ عبد الوهاب طرح حلول، قال أولها تحسين المستوى المعيشي للموظفين بزيادة رواتبهم حتى لا يضطروا إلى الفساد. قال منح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية، أنه أحيانا الأجهزة الرقابية ما تصل. والثالث وهو أهم شيء، قال إدراج مصطلح الفساد الإداري ضمن لوائح تأديب الموظفين، لأنه ترى زي ما يقول عادل إمام ما حدش يترفد إلا بقرار وزاري، ولا تفصل أحد إلا بالغياب، حتى لو كان إنه ما يسوي ولا شيء، فهو اصطلاح. وبعدين قال تقديم المصلحة العامة والكفاءة في تولي المناصب الإدارية. شوف الكفاءة، إحنا مع الأسف لا نعتمد منهج الكفاءة. قال تقديم المصلحة العامة والكفاءة، وهذا مصطلحين خطيرين أتمنى يركزون عليها. نعم. احنا تبغى نتكلم عن الهيئة في الفساد؟ لا خليها جايينا بالطريق. ايه ولا نروح سولو بريك فاصل قصير؟ يلا ونشرب شاي في الصح. تقدر تشرب وانت حتى. صحيفة الوطن، مغادرة 1,000 إثيوبي خلال أيام، نتابع هذا الخبر. مغادرة 100,000 إثيوبي خلال أيام. تخطط الحكومة الإثيوبية لاستقبال 100,000 عامل مخالف من رعاياها المقيمين في المملكة خلال الأيام القادمة، حيث جهزت لهم أماكن إيواء مؤقتة لحين دمجهم في مجتمعهم مجدداً. وطلبت الحكومة الإثيوبية مساعدات من الأمم المتحدة والهيئات الدولية وفقاً لما ذكرته مصادر رسمية لصحيفة ديلي نايشن الإثيوبية. شوف يا أبو سعد، هذا خبر يعني من بشائر الحملة. والله أنت تخيل، بغض النظر عن صحيح الحملة فيها سلبيات، لكن ما في شيء بالحياة مكتمل. يعني كل حتى الإنسان لما يتزوج يكون عنده مسؤوليات، فيه سلبيات، في كل شيء فيه سلبيات. هذا لما تتصور أنت 100,000 أثيوبي خلال أيام يرحلون. 100,000 ذولا كانوا موجودين هنا بدون إقامات وبدون أوراق نظامية، هذا الجانب الأمني. لكن خلينا في الجانب المعيشي، هذول 100,000 كانوا ساكنين في مساكن، وبالتالي عندك أنت 100,000 شقة حتفضى أو 50,000. كم بالله من الموية استخدموا؟ كم من الوسائل في الشوارع ازدحام؟ كم حتى أقول لك كم من دورة مياه استخدموا في الأخير؟ أنت في الأخير عندك 100,000 خرجوا. فأنا أعتقد خبر مفرح، هذا بس جنسية واحدة خلال الأيام. لكن تصور أنه خلال إن شاء الله سنة من حيرحل مليون أجنبي غير نظامي أولا، ثانيا حيتسع، حيكون في فراغ تملأه الأيدي السعودية العاملة والقادرة على الإحلال بشكل أو بآخر. إحنا ما نقول لك أنه ممكن أن السعودي يشغل محل الأثيوبي في كل الوقت، لكن ممكن يدير بعض الأعمال. أنا يهمني هذا الفراغ اللي تركوه لنا إحنا نملأه بطريقتنا، إضافة لأنه أوراق غير نظامية. نعم نعم. إلا إذا لك رأي ثاني طبعا. لا لا
بأثيوبيا ما عندك رأي؟ لا يعني الحملة كلها جميل. يعني خلينا نشوف بس الصورة شوي تكتمل إن شاء الله، لأن فيه زي ما ذكرت أنت ثغرات، قلت إنه أي عمل لابد إنه يكون في سلبيات. صحيح. بس هل هو أفضل ولا غير أفضل؟ هنا نتركها للأيام. ولكن في أشياء كان بالإمكان أفضل المكان، لكن نترك التجربة تأخذ وقتها. نروح إلى صحيفة الحياة، 500 ألف زيارة لعيادات الصحة النفسية في السعودية خلال عام. نتابع. 500 ألف زيارة لعيادات الصحة النفسية في السعودية خلال عام. كشف المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور عبد الحميد الحبيب عن تسجيل عيادات الصحة النفسية 500 ألف زيارة للسعوديين خلال العام الماضي. وأعلن الدكتور الحبيب في تصريح للحياة افتتاح أقسام للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العامة لكسر الحاجز النفسي للمرضى من المستشفيات المتخصصة. شوف يا أبو سعد، موضوع هذا الطب النفسي في تصريح شهير لأحد الوزراء قبل، يمكن تذكره، قبل 5 سنين قال كان في مشكلة في المياه في جدة. الوزير الحصيني قال إنه مشكلة المياه نفسية، فبالتالي كان في فتح المستشفى أيضا الصحة النفسية. المشكلة ما هي مشكلة مياه بقدر لا هو سؤالي دكتور، يعني لما نقول 500 ألف يعني نص مليون، مع تحفظي أنا على يعني هو الدكتور طارق الحبيب، مع تحفظي الشخصي على تصريحات الدكتور طارق، نعم، نفترض جدلا أنه 500 ألف، هل هذه دلالة وعي بأهمية العلاج في العيادات النفسية من السعوديين، أم أنه فعلا عندنا مشاكل نفسية؟ والله شوف أبو سعد، أنا معلوماتي البسيطة وهي معلومات قارئ، هم ترى بالمناسبة الناس دائما يحكمون أنه أنت في البرنامج هنا أننا متخصصين، نحن قراء ومن حقنا نبدي رأينا فيما نقرأ، والمسؤولين الأخذ به أو تركه. أنا مسألة الصحة النفسية أعرفها من 3 جهات. الجهة الأولى أني أنا أجزم أنه حصيلة المرضى النفسيين في السعودية قد تكون من الأعلى في العالم، بسبب اللي تونا ذكرنا التشتت، أنه يعني فتوى بحلال فتوى بحرام، وهذا صح وهذا خطأ، والتناقض اللي نعيشه باستمرار أوجد مسألة تأزم نفسي. ثانيا أنا أقول لك أنه أيضا الرقم أكثر من كذا، لأنه عندنا ما زال المريض النفسي أو الصحة النفسية المراجعة عيب عند الناس، مع أني أنا لو كنت أعاني أروح ما يعاني. الشيء الثالث وهو الخطير واللي قال لي أحد المدرسين، قال أنه كثير من المدرسين يذهبون للصحة النفسية ويجيب ورقة مراجعة حتى يتحول من عمل إداري، من عمل تدريس إلى عمل إداري، وهذه لاحظتها كثير. لو لاحظت أنه أكثر اللي راجعونهم كانوا مدرسين ويبغى ورقة فقط أنه غير صالح للتدريس وأنه كذا كذا، ويحول إداري وفرصته. فهذه أرجو أنها تكون في بالك. أنت إذا جبت لنا يوم من الأيام في روتانا بتصير بروديوسر، ما في شاشة. ليش؟ ما يقول تحول من عمل طلاب إلى إداري. أيوة بجيب لكم والله. من أمام الشاشة خلف الشاشة. لا أنا أجيب لكم تعطوني راتب بدون ما أجي. إيش؟ لا هذه تطلبها طلب بدون تقارير يعني. الله يعافيك. فزعت خوي. فزعت خوي. طيب نروح إلى أيضا خبر في صحيفة الاقتصادية، الواسطة تتصدر أعلى درجات الفساد ب 92%. نتابع. الواسطة تتصدر أعلى درجات الفساد ب 92%. كشفت دراسة حديثة أن انتشار الفساد في السعودية الآن أكثر مما كان عليه قبل سنوات، مؤكدة أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى الحكومية أكثر منه في المستويات الدنيا. يأتي هذا التشخيص لمظاهر الفساد في السعودية في وقت ليس ببعيد عن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل 3 سنوات. شوف يا أبو سعد، بس معلومة كذا تاريخية، في مقولة يرددونها السعوديين دائما أنه الملك فيصل الله يرحمه قال كل شيء قضيت عليه للواسطة. أنا مرة كنت مع الأمير خالد الفيصل في مجلسه، كنا 6 أو 7 أشخاص، سألته عن المقولة هذه قال أنا ما أدري عنها ولا سمعتها، الناس ينسبونها لوالدي وأنا ما أدري عنها. فهذا موضوع قضاء الواسطة من حيث أنه هذه دائما يستدلون فيها على تأصيل الواسطة وأنها لا يمكن، لا الواسطة ممكن تزالها، لكن التقرير هنا قال أنه 90% واسطة و 80% سوء استخدام النفوذ، سوء استخدام النفوذ. اللي عجبني في التقرير أنه يقول أنه الفساد في الطبقات في المسؤولين الكبار أكثر بكثير من الطبقات الوسطى وأكثر بكثير من الطبقات الدنيا، بل تكاد تنعدم في الطبقات الدنيا. اللي يدلك أنه هذا الموظف البسيط اللي راتبه 2000 لا له في الفساد وراتبه ضعيف جدا، والمسؤول الكبير اللي عنده فلوس وراتبه جزل هو اللي يأخذ. هذا يذكرني في أغنية قديمة في بريطانيا
يقول the winner takes it all، المنتصر يأخذ كل شيء. يعني هذا ما شاء الله يعني يأخذ بحسب التقرير أنه يأخذ حصته من الفساد ونفس الوقت راتبه عالي، بينما الموظف البسيط لا ليس له حصة من الفساد، وأيضا في الجانب الآخر راتبه ضعيف وضئيل. ولا عندك اعتراض؟ لا، أروح الخبر اللي بعده. الاقتصادية، حقوق الإنسان للتربية، مدارسكم غير صالحة للتعليم. حقوق الإنسان للتربية، مدارسكم غير صالحة للتعليم. قدمت هيئة حقوق الإنسان جملة من الملاحظات إلى وزارة التربية والتعليم، كاشفة من خلالها أداءها خلال العام الماضي 2012، بعد أن رصدت في جولاتها لدى عدد من مدارس التعليم العام التكدس في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب. راح أخذ تعليقك، لكن مضطر أطلع فاصل وفرصة أفكر بالتعليق كمان. فاصل لنعود عليك. أهلا وسهلا بكم، لازلنا مع دكتور أحمد العرفج في أهلا بالعرفج. أهلا وسهلا بك دكتور. قبل الفاصل خبر اقتصادي، حقوق الإنسان للتربية، مدارسكم غير صالحة للتعليم، تفضل. يعني ما عندي كلام كثير يا أبو سعد، لكن أنا أحس أنه بعض الآن طلعت تصاريح عبارة عن شيء يسموه مو استقواء، يعني تراشق بين الإدارات. مدام أن الحقوق الإنسان معترفة أن المدارس لا تصلح، والتربية والتعليم معترفة أن المدارس ما والأراضي موجودة والملايين موجودة، ما الذي يمنع من إنشاء مدارس جديدة؟ يعني ما أبغى التصريح تحس أنها استعراض عضلات، أن والله حقوق الإنسان قلنا لكم مدارس ما تنفع. خلاص مدام الحقوق الإنسان اعترفت، تنسق مع وزارة المالية ومع وزارة التربية والتعليم ويسوون لنا مليون مدرسة إذا المدارس ما تنفع. يعني بلاش إنه يكون الواحد فقط إنه يوري الناس إنه يفرد عضلاته على إدارة. وزارة التربية والتعليم أنا متأكد إنها هي معترفة في المدارس، أنا كنت مدرس وكنت أدرس طلاب في مطبخ. طيب ننتقل لخبر آخر، صحيفة المدينة، رئيس نزاهة للمدينة، أكثر من 20% من المشروعات الحكومية متعثرة. متابعة. رئيس نزاهة للمدينة، أكثر من 20% من المشروعات الحكومية متعثرة. كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن نسبة التعثر في المشروعات الحكومية تتجاوز حاجز 20% من إجمالي المشروعات في الأجهزة الحكومية المختلفة، رافضاً الإفصاح عن عدد تلك المشروعات وقيمتها المالية التي تم تقديرها من قبل نزاهة منذ إنشائها وحتى وقتنا الحاضر. تعليق. شوف يا أبو سعد، بالنسبة لمعالي رئيس مكافحة الفساد، أنا من هذا البرنامج مستعد أعطيه مكافأة لمدة أسبوع إذا أسبوع واحد ما صرح. تصاريح كثرت ومتضاربة أيضا، فلو أنه صمت لمدة أسبوع أنا مستعد أعطيه مكافأة، وهي الساعة اللي معي هذه، لأن جتني هدية ما يقبله ولن يعتبره فساد. لا بس أنا قلت قدام الناس مكافأة لصمتي وليس ذا. يعني الآن الأسبوع الماضي حنا علقنا خبر هنا قال إنه الفساد لم يؤثر على التنمية، وهذا الخبر يقول 20%. هذه الشيء ترى مدارس وطرق ومستشفيات. الآن تشتكي حقوق الإنسان من المدارس، هي هذه المشاريع المتعثرة، جزء منها في الصحة وجزء أثرت ولا ما أثرت على التنمية. نعم 20%. إلا إذا عندك مانع أبو سعد. لا لا أنا أتعجب من شغلة يا دكتور، يعني انصرف السعوديين عن الانشغال بالفساد نفسه وقضاياه وكيف أنه أثر على التنمية وعلى غيرها، وكأن هناك أمر ما جعل السعوديين ينصب غضبهم على هيئة مكافحة الفساد ونسيوا الفساد نفسه، فصارت مثل التبريد السياسي. صحيح، امتصاص الهيئة، وهذا شيء محزن. يعني أرجو أنه هيئة الفساد تقوم بعملها وتخفف التصريحات، تدخل في العمل مباشرة. نعم عموما ما نبغى نتكلم معهم كثير، إن شاء الله يطلع معنا في وقت ونشوف إيش الحقيقة وين. كاتب الأسبوع لهذا المساء الأستاذ عبدالله البفاري، الكاتب في صحيفة الرياض، عنوان المقال الذي اخترناه: من سجال النخبة إلى سجال المجتمع. المقال الذي اخترناه لكم لكاتب هذا الأسبوع الأستاذ عبدالله الفقاري بعنوان من سجال النخبة إلى سجال المجتمع، يقول:
هناك سجال نخبوي يتفاعل في المملكة على مستوى المثقفين والكتاب والمعنيين بالشأن العام، تطور في السنوات الأخيرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح سمة لافتة في السنوات الأخيرة، حيث تمدد سقف التعاطي مع الشأن العام وتسربت من ثقوب الستار القديم ما يوحي أن المرحلة تعزز حضورها في قضايا لها سمة التأثير ويحمل لها الشارع الكثير من الاعتبار. القضية الأكثر حضوراً وإثارة للجدل في هذا السجال هي المرأة، القضية الاجتماعية التي لا زالت تتنازعها عقليتان لم تصل إلى مرحلة تكوين مشتركات يمكن الانطلاق منها لكسر صلادة المواجهة وسوء الظن، كما أن الملاحظ في كل هذه السجالات التوقف بلا حسم والمعاودة بلا تحقيق نقاط يمكن بها رسم ملامح مرحلة لها توجه وتراكم وحفر في بينة التأسيس، لا على هامش تسجيل نقاط تصبح مع الوقت هامشاً يستعاد لكن بلا نتائج محددة. تفضل أبو سعد. يعني أرجو أن يمر عليها على عجالة، الوقت كأنه يجلدني من الخلف. أستاذ عبدالله القفاري كاتب قدير، وهو بالمناسبة حصل على جائزة المقالة العربية عام 2000. الأستاذ القفاري مهتم بالقارئ لدرجة اهتمام خاص، يعني لدرجة أن لديه كتاب اسمه قارئك الذي لا تراه ولا تسمعه، له كتاب. موضوعات عبدالله القفاري دائما طرية وذات مفاصل معرفية، فهو مثلا يتقدم دائما مقالاته حول تقديم الولاء الضيق على الكفاءة العالية، هجرة العقول العربية، ضمور المواهب واندماجها في افق المجتمع الضيق، توظيف القدرات العقلية في مشروع معطل وضار. يعني واحد تلاقيه خريج أكسفورد تلاقيه موظف في الصيانة في إمارة الرياض مثلا او بلدية عرعر مثلا. القفاري ايضا مهتم بالتحولات العربية، لذلك له كتاب عبارة عن مقالات اللي كتبها في عام 2012 جمعها وكتب الشعب يريد، مقالات في عام الثورات. عن عبد الله مهتم باللغة ويستقصي الموضوع الذي يتحدث عنه، ترتيبه جيد في المقاطع، لغته سلسة ومشدودة بحيث أنك لو شلت أي جملة طاح المقال. دعنا نتكلم عن العيوب. عبد الله مشكلته أنه يلقي باللائمة دائما على الثقافة وعلى الأنظمة، وعلى دائما الإنسان اللي يحلك يقول لك نحن نحتاج إلى مراجعة ثقافتنا كلها. ما حد يقدر يراجع الثقافة كلها، لازم نحل الأمور بشكل بسيط. أما واحد يقول لك لازم نهد العمارة كلها عشان نبدي جديد، مستحيل. مشكلة في سباكة في غرفة في مطبخ في حمام تصلحها، أما تعيد البناء هذا شيء مزعج. عبد الله لا يكتب عن الشأن العام إلا بما يلامس القضايا المعرفية، وهذا ما أخذ عليه كبير، لأن عبد الله يستطيع أن يكتب طول المقالات. عند عبد الله شيء ملاحظ، هو مثالي بزيادة، عبد الله مثالي بزيادة وحالم في طرحه، ينظر إلى الأمور بمنظار المبادئ السامية الراقية والعالية، وهذه لا نجدها إلا مدينة أفلاطون الفاضلة تماما. النخبوية في كتاباته واضحة جدا، كاتب هامشه ليس عاليا كعادة كتاب جريدة الرياض، كعادة كتاب جريدة الرياض بقصفة أيضا من المحل. لا خلنا نقول ليس نقول كعادة، ربما بعضهم كان جريف ما كان آخر، ربما سياسة الجريدة. سياسة الجريدة في صفة جميلة نسيت أقولها. عبد الله أيضا عرف دائما بأنه يستقصي الموضوع، ودائما يأتي يعني يكون لحاف المقال على قدر رجل الفكرة. جميل، يا سلام. طيب كل التمنيات للأستاذ عبد الله القفاري بالتوفيق. مزاين الكتب هذا الأسبوع، مزاين الكتب. شوف يا أبو، احنا قبل أسبوعين جبنا أنيس منصور، هذا الكتاب التاريخ أنياب وأظافر، هذا كله عن الحيوان، أنا بصفتي من أنصار الحيوان. نعم، لأن شوف أنيس منصور للأمانة اللي يقرأ له يتعلم التدفق اللغوي والسلاسة والقلم السيال، يعني إذا أنت تبى تمسك قلم ولا توقف عليك في كتب واحد زي النصر الدين الششيبي أو أنيس منصور، لأن أنيس منصور من أوائل عمال المعرفة، يقرأ في الفلسفة والتراث وكذا، وقلمه سيار ولغته جميلة. شوف مثلا هذا كله عن ذا، يقول لك عندما أعرف البشر أحترم الحيوان أكثر، كالحيوانات يموتون كما يولدون في الظلام، لا وفاء عند الناس والكلاب نظرية ومدري، هذا كله عن الحيوانات. وأنا تعرف محامي الحيوانات في الكرة الأرضية والمتحدث باسمها، وبالتالي أدافع عنهم في هذا طيب. الكتاب. تصريح هذا الأسبوع لصالح كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة ورجل الأعمال المعروف، يقول في صحيفة الاقتصادية: أتمنى أن يكون ساهر في ميزان حسناتي.
تعليق. شوف يا أبو سعد، يعني ساهر هو التصريح جميل وفيه فذلك، لكن اللي عجبني في التصريح أنه نحن في ساهر يجب أن تنظر للأمور منظارين. يعني ساهر صحيح كنظام جيد وحد من السرعة، لكن أيضا أنا أريد وسائل السلامة. كيف تحط لي طريق مثلا طريق الدمام الرياض في 40 أو 30 كاميرا ساهر ولا في مركز إسعاف واحد؟ مطبات سيء الصيانة، هذه أنت لما تأخذ علي على العقوبة لازم تعطيني أيضا طريقا صالحا، أعطني طريقا صالحا وبعد كذا حاسبني. نعم، أنا أقول لك أنه هذا التصريح كل يعني صالح كامل حر بكل ما قدم البلد، حر في قناعاته، ولكن بعض القناعات صياغتها مستفزة للبسطاء وللشعب. هذا تصريح مستفز بكل ما تعنيه الكلمة، في أمور لا يستطيع صالح كامل يعني ولا قد شعر فيها يوم من الأيام يشعر بها ذلك المواطن البسيط. حتى لو كان هذا القرار سليما ونافذا وكل شيء، الملاحظة اللي قلتها في ملاحظة أخرى لها، الناس يشعرون بغياب رجل المرور في الشارع. صحيح. السعوديين يشعرون بأن يعني نصب هذه الكاميرات سريعا يعني عليه علامة استفهام، عليه علامة استفهام، لأنه مشروع يشعرون بأنه مشروع جباية. جباية نعم. وتحدثنا في أكثر من منبر عن لماذا هذه الكاميرات لم تنتشر سريعا في لمراقبة المجرمين السارقين اللي يكسرون الصيدليات آخر الليل ويضربون عمال البنزين آخر الليل وفي وضح النهار. نعم. وفي أمور مادية لن يستطيع صالح كامل أن يعرفها، لهذول الناس المساكين اللي راتبهم 2000 واللي يطلع بغرامة 5. صحيح أنه يسرع، لكن في أمور يعني في أساسيات ما عملت لهذا المواطن يجب أن تعمل، ثم بعد ذلك تصير ميزانات حسناتك كل ميزانات حسنات غيرك. أنا ما قلتش حاجة يا بي. لا لا لا، أنا أقول أجر على الله يعني كلنا أجر. طيب. لا أنا قلت لهم في البداية ساهر له وعليه، والمفروض اللي عليه أكثر من لا اللي له. أنا بقول لك شغلة، يوم تقول المالي على، أنا أعلم أنك تستطيع تقول أكثر مني، ولكن أنا بقول شغلة. ترى اليوم اللي يحب السعودية، يحب هذا الوطن الكبير، يجب أن تكون مصلحة الوطن هي الأساس. لا يخاف لا من وزير ولا من أمير أخطأ. نعم. ولا من رجل أعمال يقول تصريحات تستفز الناس. الأمير والوزير ورجل الأعمال هم كلهم مواطنين، فيهم ناس عندهم إنجازات عالية نحترم وقدرهم، وفيهم عند ناس عندهم إخفاقات من حقنا ننتقدهم. صحيح. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. احنا نعتذر على الفواصل، عندنا كثير لنا مع نهاية العام، شرحنا لكل لكم قبل يومين والآن مع الدكتور. لكن دكتور، عبارة الأسبوع سريعا بمر عليه، عبارة الأسبوع راح تظهر على الشاشة، تطوير احنا مع السنة الجديدة. والله انت يعني منطلق اعطونا اللي هي عامل الناس كما يعاملوك. نعم، يقول شوف يا ابو سعد، هذه العبارة جميلة، دائما الناس يقول لك عامل الناس كما يعاملوك. انت هنا امام حرامي، أمام حرامي لازم تصير حرامي، أمام غشاش لازم تصير غشاش، أمام كذاب لازم تصير، أمام فاسد لازم تصير فاسد. العبارة صياغتها خطأ، الصحيح أنك تقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. جميل. ولله من أن لفت ذكية من أستاذنا ومفكرنا الكبير عباس محمود العقاد. نعم. إذن راح نروح للمقاطع، مقاطع سريعة، أعطونا أول مقطع يلا. خلاص 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 خلاص. اسحب ولد. وين مخك وين؟ شوف يا لها، شوف تتعب موقف من التدخين، يا لها من عادة قبيحة. عسى بس تكون سيجارة دخان عادية. والله ما أدري يا أبو سعد، تذكر أنا قلت لك أننا فسدنا فطرة الحيوان. أديك يأذن خطأ، العسل المغشوش من النحل. شوف الآن علمنا الولد التدخين، علمنا الأخ الولد هو الأخ القرد، علمنا ايه التدخين وقاعد يتبهلل عليه. الله يسامحهم الشباب. نأخذ المقطع الثاني. يا ضيعة والله هذا
مباراة الهلال النصر البلنتي متصدر لا تكلمني هذا متصدر والاتحاد لا 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 أنا اتحادي استغفر الله وعليها أحيا وعليها أموت بس أنا أقول متصدر شوف كيف من الفرحة فعلا الأحياء على الإسلام الأحياء على الإسلام طبعا لكن أنا في الرياضة في الرياضة يا سيدي أنا مفهوم غلط ما يحتاج خلاص مفهومين منتين ناخذ المقطع اللي بعده شو هذا بعد رقصه هذا الدحة لا تقول لي افسد كمان فترة لا والله هذا تطوير تطوير هو يعجبكم يعني انت يعجبك الحين الدلفين لما يرقصون تقول تطوير لا 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 هذا ما في شيء الدخانة قلت لك بالعكس هذا الحداء حق الإبل كانت العرب تمشي عليه عندنا في القصيم السواني الإبل ما تدور إلا لما تقصد لها وتغني وتمشي مع النغم بتغني لا 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 استغرب هذا لها راتب خاص طيب خلي لك حفلة حق الفواكه ليمون ورمان حالي هذا من فضل ربي لكن حرام ما طعمته والبطن ذاق حرير جليتني قد فرشته والقصر خيط مذهب شوف البساطة يا أبو سعد بس تلاحظ الأغنية جميلة وكذا لكن هو مشكلته مليان قات وكأنه قال أضرس صاير مورم كذا وعاقة العملية التطريبية يبدو أزمة وتعدي يمكن المشكلة في اللي طلب الأغنية في هذا التوقيت أي والله طيب نشوف المقطع اللي بعده بسرعة قفة يلا خرتين أنت رايت يلا سلامة خلت شاطرة خمسة شوف هذا الرجل الكوافير حل بخمس دقائق بس السؤال يا أبو سعد هذا أبوها أيضا بحكم أنك خبير بأكبر مني في الطب أنا أحس أن البنات الأطفال لما يستخدموا الاستشوار قد يضرهم لما يكبر هذه بنت صغيرة أنت بحكم خبرتك وخلفيتك في أي حاجة أنا رجل أصلع أي خبرة لا لا في الطب ومقرؤاتك ما تحس أنه يضر بنت صغيرة هذه خليني لما توصل أعطيك التعليق لاحقا نتابع المقطع هذا تتسني عن اللون هذا فتى نجرة أعتقد هذا هذه رزفة يعني بس معصة وجنبية يجتمعون في اختلاط كذا يجتمعون هو مفروض بالخنجر بس إنه ظروف المرحلة اللي كانوا موجودين أول عصا معه لا عموما أشكرك دكتور وقتنا انتهى شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا غدا نلقاكم في أهلا بالشباب باسل الاثنين أنا ألقاكم يوم الأحد في أمان الله